يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. لسه الكلام عن الاهلي واتراجع هذه المواجهه الكبيره، الكلام لسه مستمر معانا لان واحد من نجوم النادي الاهلي الكبار، النجوم الكبيره اللي مرت على النادي الاهلي، النجم الكابتن الكبير كابتن احمد عادل. كابتن احمد صباح الفل عليك. صباح الفل عليك يا كريم، ودايما ببقى سعيد وانا موجود معاك. انا دايما بتشرف بوجودك الحلقات الخفيفه على قلبي يا حبيبي. وانا كمان حبيبي. والله حبيبي. طيب النهارده المواجهه صعبه، المواجهه مش سهله، ده اللي قاله موسيماني وده اللي قاله محمد شناوي في المؤتمر الصحفي. الامور مش مضمونه حتى بعد مباراه الذهاب الرائعه اللي عملها النادي الاهلي. مواجهه النهارده شايفها ازاي؟ اكيد هي مهمه، اكيد مواجهه مهمه، وخصوصا انت كون ان انت تحقق مكسب بره، ده يديك مسؤوليه اكبر. صحيح. يديك مسؤوليه اكبر لان النادي اكيد نادي الترجي هيبقى جاي بدوافع كبيره جدا، لعيبه وجهاز وحتى جميل. في جماهير جايه مع الفريق، هي مش تدخل لكن هيدوهم دوافع، وده راس مال فرق الترجي والفرق اللي هي بتاعت افريقيا بشكل عام، الفرق الكبيره. لكن اكيد مباراه صعبه حسب مجريات المباراه، وخصوصا في المباريات الكبيره دايما باكد حاله اللعيبه من المباراه ايه، مركزين ومش مركزين، قافلين على نفسهم بشكل جيد ولا لا. لكن اللي بيطمنك شويه او بيطمن جماهير نادي الاهلي شويه، حركه الشناوي اخر مباراه ان هو خلاص دي صفحه واتقفلت، لما طلع كل الصحفيين بره الاوضه صح وقفلوا على نفسهم بشكل كويس. هنا القائد، هنا اوضه اللبس اللي دايما بنتكلم عليها بتاعه الفرق الكبيره. موسيماني كمان، يعني ميزه موسيماني كمان ان هو في المباريات الكبيره موجود، حتى في المباريات اللي مش كبيره، بس في المباريات الكبيره تحديدا بيعرف يتعامل معاها بشكل كويس قوي. بص مستر موسيماني يا كريم، فعلا مع مباراه المباراه بتشوف ان هو بيقدر يوظف اللعيبه كويس، طرق اللعب بتاعه مستر موسيماني اللي هي تناسب اللعيبه اللي معاه بيقدر يوظفهم بشكل جيد. حتى بقى عنده ملكه ان هو بيقسم المباراه من اول ربع ساعه هيعمل ايه، بعد لو جه في جون لا قدر الله، لو جاب جون هيعمل ايه. بقى عنده الملكه دي مع لعيبه النادي الاهلي، وفعلا في بعض اللعيبه في النادي الاهلي مساعدينه ان هو ينفذ التكتيك بتاعه وان هو ينفذ طرق اللعب بتاعته. لما كنت بدردش معاك قبل ما نخش على الهوا كنت بتقول لي انه نتيجه التعادل السلبي لو فضلت كتير دي مش تبقى كويسه للنادي الاهلي. الاهلي النهارده هيتعامل ازاي مع المباراه؟ مهم جدا ان اكيد هيبقى في حرص من فريق الترجي، هيبقى في حرص، وخصوصا الترجي مش هيبقى مستعجل، مش هيبقى مستعجل ان هو يجيب جول. لكن اللي هيفرق مع النادي الاهلي ان هو في اول ربع ساعه يجيب جول، لكن مش باستعجال، ان هو يركز ان انا نازل افرض اسلوب لعبي. وخصوصا النادي الاهلي لما بنشوفه في المباريات بينكمش اداؤه بيبقى سيء جدا صح. لكن لما بينزل بيفرض اسلوب لعبه مع حرص دفاعي، مع توظيف سواء في خط الدفاع او في نص الملعب مأمنين كويس، عندك في اكتر من لعيب ممكن يقدر يجيب لك جول. عندك طاهر، وخصوصا بتشوف المباراه اللي فاتت يمكن النادي الاهلي ضيع 3 أو 4 فرص، كانت النتيجه ممكن تطلع 3-4 صح. لكن كونك ان انت بتوصل وبتلعب ترجي بره، فانت بتفرض اسلوب لعبك، عندك مفاتيح لعب في النادي الاهلي تقدر تكسبك، وخصوصا من اميازهم طبعا محمد شريف. طيب عشان اسالك على المفاتيح واسالك على الطريقه المناسبه الاهلي يلعب بيها النهارده، شايف التشكيل بتاع الاهلي النهارده المفروض يبقى عامل ازاي؟ هو مش هيتغير كتير عن المباراه اللي فاتت لكن انا شايف ان ممكن محمد الشناوي واكرم توفيق وبدر بنون وايمن اشرف وعلي معلول وديانج والسولية ديانج والسولية حمدي فتحي والسولية ما اعتقدش مش عايز حمدي يفتح على اداء ديانج المباراه اللي فاتت. لا ما خد بالك هم التلاته لعبوا الماتش اللي فات، بس حمدي كان بيلعب شويه ليبرو، يعني ليبرو وسط ملعب. اعتقد انه هيلعب بالتلاته النهارده، هيلعب قفشه، هيلعب باتنين، هيدخل قفشه ويلعب 4-2-3-1 يرجع 4-2-3-1 او ممكن هتلاقيه ممكن يقعد ديانج حسب كريم. هنا هنا المدير الفني برضو انت 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 ماسك النادي الاهلي، ولو ما قدرتش تبقى ملم بال 25 لعيب طبعا حتى في معنويا او لا. انا اقصد انا خلينا نمشيها واحده واحده. النهارده يلعب بثلاثه دفاعيين، ثلاثه في وسط الملعب دفاعيين زي مباراه الذهاب اللي هو عمرو سوليه وديانج وحمدي فتحي اللي كان بيرجع شويه يبقى ليبرو، ولا يستغنى عن واحد منهم اللي هو ممكن يكون حمدي او مين يعني، ويلعب قفشه وبعد كده يشتغل بالثلاثه المهاجمين تانيين؟ انت شايف النهارده يلعب بالطريقه اللي فيها تامين دي زي مباراه الذهاب، ولا يعدل هجوميا في مباراه العوده النهارده؟ لا يعدل ويبقى عنده مبادره يعدل ويبقى عنده مبادره. لكن لما بتلعب برده كريم ثلاثه، ما هنا النادي الاهلي من اميز الحاجات اللي عنده ان الثلاثه لما بيلعب حسين، لما بيلعب حمدي وبيلعب ديانج وبيلعب السوليه، السوليه عنده شويه ان هو عنده نزعه هجوميه، ديانج عنده نزعه هجوميه مع تامين من حمدي. ديانج عامل اسيست بتاع جون المباراه الذهاب، هو ده في ثانيه بتلاقيه بينقلك نص الملعب الثاني، دي من مميزات ديانج. لكن في نفس الوقت برضه لما هتلعب 2-1 بتلعب بديانج او حمدي، او بتلعب مثلا بحمدي والسوليه وبتلعب قدامهم قفشه،
هنا السلال الارتدادي الدفاعي برضو ممكن يؤدي لك 6 او بيبقى تحت الكره على طول. صح. فدي من اميز الحاجات عند النادي الاهلي ان هو بيقدر يبقى مسيطر على نص الملعب. طيب همشيها معاك واحده واحده. لعبنا مثلا النهارده الاهلي لعب ب4 و3 اللي هم مثلا انا بقول مثلا طبعا. لو لعب عمرو السوليه وديانج وحمدي فتحي زي مباراه الذهاب، الثلاثه اللي قدام شريف مكانه محفوظ، مش ممكن تستغنى عن واحد من الاثنين طاهر محمد طاهر او صلاح محسن تحط مكانه قفشه؟ ممكن، بس بتحافظ على الوسط الدفاعي اللي عملته في مباراه الذهاب وتدخل قفشه برده مكان طاهر او صلاح. ما هو انت خلي بالك دلوقتي مع المباريات اللي فاتت كلها لما قفشه بيلعب طرف، انت دلوقتي هتلعب قفشه طرف يمين بالزبط. وهتلعب طاهر وهتلعب شريف في فيرود صريح. صحيح. لكن قفشه بيبقى في مشاكل في الحاله الدفاعيه ان هو ما بيرجعش يدافع وهو بيلعب طرف يمين، واتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. لكن قفشه عنده ملكه ان هو يدافع وهو بيلعب 10 بيرتد يعني المسافه قصيره، لكن ان هو يرجع يعمل الواجب الدفاعي مع الباك رايت دي كانت من ضمن المشاكل اللي كان بيواجهها محمد هاني في المباريات اللي كان بيلعب فيها قدامه قفشه. حلو جدا. ان الثلاث طرق اللعب هي اللي بتاثر على اداء هاني في المباريات اللي كان هاني بيلعبها. صح. لكن طول ما انت بتلعب 4-2-3-1 هنا اللعيبه بتعرف تلعب الطريقه دي. قفشه بيلعب 10 سواء لو هتلعب حسين ناحيه اليمين سواء لو هتلعب طاهر او شريف. لكن انا مش مع ان صلاح محسن يبدا، مش مع ان هو يبدا، وخصوصا كان غايب بشكل كبير جدا في المباراه الاخيره. مع في لعيبه عندها الملكه دي، لعيبه لما بيبدا ولازم مستر موسيماني يوصل له كده. طبعا. في لعيبه لما بتبدا مش تقدر تاخد منها كل اللي هي عايزاه، لكن لما بيبقى تغييره بيبقى نازل عنده الدوافع، بينزل يضيف لك، بيبقى عنده مجهود كبير جدا في وقت خط دفاع الفريق المنافس بيبقى الحاله البدنيه سيئه يعني. فانت شايف يبدا بمين ثلاثه قدامه؟ انا شايف يبدا ب لا يلعب 4-2-3-1 يعني ماشي، يعني هيلعب الاثنين اللي مع قفشه، هيلعب ممكن تقعد ديانج او ممكن تقعد حمدي، تقعد واحد من الاثنين ماشي، وهتلعب بالسوليه سواء ديانج او حمدي والسوليه، وتلعب قدامهم قفشه ماشي. وشايف ان شريف ممكن يلعب طرف، يعني شريف ممكن يلعب طرف يمين وتلعب مثلا بمروان او وولتر وتلعب بطاهر. بس هو ما لعبش شريف جناح، ما تقريبا موسيماني مش عاجباه الفكره دي. بص شريف برضو انت بيعرف يجي من المكان ده كويس. يعني بيعرف يجي من المكان ده كويس وتستغله ان هو لو انت في مشكله عندك في الفيرود رقم 9 في تغييره ممكن يطلع وتنزل طرف وتلعب شريف فيرود. طيب بمناسبه بواليا، هو ليه بواليا ما ظهرش خالص مع الاهلي؟ خالص يعني مالوش اي بصمه منذ دمار. يعني انا فاهم انه لعيب يجي يقعد ماتشين وحش وماتش كويس شويه شويه، لكن بواليا مفيش بصمه خالص رغم ان هو كان متالق بشكل مدهش مع الجول. بص في لعيبه كتير كده كريم، وخصوصا مش شرط ان هو بيبقى مميز مع فرقته، لكن انا بتكلم في بيبقى في كده فرق يعني سنه كده مع اللعيبه ما بيجيش معاه حتى لو فريق كبير، حتى لو هو لعيب مميز. صحيح. بس ممكن يجي النادي الاهلي ما يتحملش الضغوط. مش عايز اقول لك ده انت في لعيبه تحمد ربنا ان مفيش جماهير، يعني دي يحمدوا ربنا ان حتى الجماهير مش موجوده في المدرجات مع اداء. وفي بعض اللعيبه لازم تراجع مستواها في النادي الاهلي. بقى لك كلام مع ضيف من كام يوم بالمناسبه يعني على مروان حمدي وانه بيتعرض لضغط في الزمالك، ضغط كبير، سالته قلت له فين الضغط؟ طب لو جماهير في الملعب كان ايه هيبقى الموقف؟ اللاعب نفس الامر بالنسبه لبولي يعني ولاعبين كتير. لو احنا بنتعامل مع الضغط السوشيال ميديا ان هو الضغط، امال ضغط الجماهير لما تبقى انت قاعد في الملعب وحد بيشتمك وحد بيهاجمك وحد بينتقدك وفي نفس الوقت بيشجعك، بس ده ضغط اكبر بكتير اكيد يعني. اكيد وسط الجماهير يعني. لا في لعيبه كتير اتعرضت له، في لعيبه كتير يا كريم. انت بقول لك مفيش جماهير، يعني انت 4 أو 5 مباريات مش كويس مع النادي الاهلي او ادائك في هبوط، لكن هتلاقي في اداء جماهيري مع اول باص. احنا عندنا في لغه الكوره كده تلاقي الجماهير بتزوم عليك. طبعا بتزوم عليك دي ركبك هتخبط في بعض. بوست خلاص. خلاص انت من اول باص غلط فهتتعرض لكده. لكن في بعض اللعيبه اقول لك بس بدون ذكر اسماء لازم تراجع نفسها في ادائها مع النادي الاهلي وفي مستواها، لان برضو يحمدوا ربنا ان الفرقه بتكسب. صح. ففي الكوره عندنا لما الفرقه بتكسب والدنيا بتبقى ماشيه كويس الامور بتخلص، كل اي حاجه سيئه بيتدار عليها وبتضغط عليها، لكن مع نتائج مش كويسه مع ادائك الامور هتبقى صعبه عليك انت كلاعب. طبعا خد بالها بقى ان انت عندك مشكله. طبعا. طيب عايز اسالك على اكرم توفيق، مباراه الذهاب عمل مباراه كبيره جدا في مركز مش مركزه ومركزك انت. شفت اكرم توفيق بيشتغل ازاي وبيتحرك ازاي.
انت من مركزك ده بقى شفت اكرم توفيق تعامل ازاي مع هذا المركز وازاي قدم مباراه كبيره جدا في مباراه الذهاب امام الترجي؟ بص، ما يميز اكرم وده اللي انا كنت بناشد بيه بعد اصابه محمد هاني ان اكرم هو يعني افضل حد ان هو يبقى موجود في المكان ده، لان المكان ده محتاج مجهود كبير جدا، محتاج برضو تلعب بدماغك اكتر من مجهودك. فده اللي كان بيشتغل عليه اكرم بشكل كويس، ان انت بتأدي في المكان ده وهو مش مكانك، دي حاجه تحسب له. صح، وخصوصا في مباريات كبيره جدا ومباريات كتير جدا مع النادي الاهلي، لما كنت بتحط اعتمادك عليه كمستر موسيماني كنت بتلاقيه، وكان من اميازهم حتى كانت مباراه المصري في اسكندريه، كنت محتاج برضو ان اكرم يبقى موجود في بعض الفترات لما كان احمد رفعت بيقدر يخترق من المكان دوت. لكن اداء اكرم مميز جدا ومش جديد عليه، وهنا بيديله كريم برضو المدير الفني المرونه التكتيكيه طبعاً. اللي عند اللعيب ان هو هيقدر يعتمد عليه في اي وقت، يعني حتى طبعاً. لو لعب كباك رايت وحد حصل له حاجه في نص الملعب هو ممكن يعمل تغييره ان هو يلعب كديفندر وان ينزل مثلا حد باك رايت، فهنا المرونه التكتيكيه نفس اللي عند ايمن اشرف. فده ما يميز لعيبه النادي الاهلي، ان انت عندك السوليه ممكن يلعب 6 وممكن يلعب 8. صحيح، عندك اكرم ممكن يلعب باك رايت وممكن يلعب ديفندر، ايمن اشرف ممكن يلعب كباك ليفت وممكن يلعب سيرد باك. فهنا المرونه اللي بتحصل مع لعيبه النادي الاهلي دي بتريح المدير الفني. بمناسبه المرونه وبمناسبه خط الدفاع، الاهلي في مباراه الذهاب عارف يتعامل مع الكرات العرضيه والكرات الثابته اللي وصلت للترجي، وبصراحه كده انا كان مع كل كره عرضيه او كره ثابته للترجي انا كنت بحط ايدي على قلبي. الاهلي عنده مشكله، مشكله واضحه في هذا الامر. هل موسيماني حل المشكله دي زي ما شفنا في مباراه الذهاب، ولا مباراه الذهاب دي مش معناها ان المشكله اتحلت، ممكن يكون لعيبه الترجي هم اللي ما اجادوش العرضيات مثلا؟ لا، ده اللي ما يميز مستر موسيماني ان هو بيشتغل على السلبيات. صحيح، بيشتغل على السلبيات وبيتفرج على الماتشات. يعني بعد كل مباراه هتلاقيه بيتفرج على الماتشات، بيبص على السلبيات، وفي نفس الوقت في تمارين تخصصي دي اللي بيشتغل عليها مستر موسيماني مع المدافعين، وده حصل فعلا زي ما انت بتتكلم في التمرين كان في تمارين تخصصيه للمدافعين، وهنا ده ما يميز مستر موسيماني ان هو بيعالج السلبيات اول باول. فدي حاجه ايجابيه تحصل. ايه رايك في بدري بالون؟ بص، هو بدري بيفكرني بكابتن عماد النحاس بصراحه. يعني حاجه يعني واقف على رجله بشكل كويس، عنده خبرات كبيره جدا، وارد من 6-7 ماتشات تلاقيه مباراه مش في حالته، لكن ده وضع طبيعي، لكن بيطمنك. يعني بدري من اللعيبه اللي بتطمنك، وخصوصا ان انت مع النادي الاهلي لما بتواجه مباريات كبيره ومباريات صعبه، لا هو بيبقى قد الضغوط، بيتحمل الضغوط بشكل كبير، خصوصا هو جاي من فريق كبير. صح، لكن بيأدي بشكل جيد مع النادي الاهلي، حاطط رجله بشكل كويس يعني مع الفريق. محمد شريف النهارده بيخرج من الملعب الاهلي بيحس ان هو ما عندوش مهاجم، او الجماهير تحس ان هي ما عندهاش مهاجم. هل محمد شريف خلاص اصبح مش المهاجم الاول في الاهلي، المهاجم الاوحد؟ ده حسب الناس اللي حوالين منه، يعني حسب الـ الناس اللي هي البودلة بتوعه. لازم يبقى عندكم دوافع اكبر من كده، لازم يبقى عندكم دوافع اكتر من كده، وخصوصا انت موجود في النادي الاهلي، لازم ما تستسلمش للامر الواقع. لكن هو حط رجل بشكل جيد. محمد شريف من اميز الفراوده في مصر ومكسب لمنتخب مصر، وخصوصا كنت بتكلم من فتره كبيره ان محمد شريف كان في بعض الاوقات مستر موسيماني ما بيعتمدش عليه. صح، وخصوصا راجل كل مباراه بيجيب لك جول، راجل يعني مرجح كفتك في الحته الهجوميه. ايه اللي بيميز شريف عن غيره في الاهلي؟ شريف اكتسب حاجه ان هو بقى بيعرف يجيب جول. يعني هو كان بيوصل للجول حتى من هو كان بيلعب في انبي وهو بيلعب في دجله، كان بيوصل للجول كتير، لكن اللي اكتسبها الميزه اللي اكتسبها في النادي الاهلي ان هو من اي حته في ال 18 دي كانت الملكه بتاعت عماد متعب، وخصوصا انا بتمنى الشفاء لعماد، يعني يا رب ان شاء الله يقوم بالسلامه ونطمن عليه دايما يا رب وجماهير مصر كلها تطمن عليه ان شاء الله يا رب. فشريف بقى عنده الملكه بتاعت عماد متعب ان هو من اي حته، لان في هدف مش فاكر في مين لما لف وحطها في البعيده بالشمال كان في مباراه في افريقيا برده، هتلاقيه نفس الهدف بتاع عماد متعب في الزمالك لما لف بمدحت عبد الهادي وحطها في البعيده. فهنا شريف بقى عنده حاسه الهداف جوه ال 18، وربنا بيكافئه في المباراه الاخيره لو هتشوف لما حط الكوره وفي العارضه ممكن ترجع للجون او ممكن تطلع بره، لكن هي بترجع له تاني. رجعت له تاني. فده هنا حطها حلو بالمناسبه،
هو حطها يعني حلو جدا لما جت في الايام، هو كان حاططها حلو. ما انا بقول لك هنا التوفيق، هنا التوفيق ملازمه دايما، وخصوصا بقول لك هو حطها في العارضه كان ممكن ترجع للجون، جون يمسك خلصت. لكن هي ترجع له تاني، صحيح. ترجع له تاني، فربنا عايز يكافئه. فلا من اميز، وخصوصا هنا لعيب الكوره كريم اول حاجه مفروض يشتغل عليه عامل التوفيق. مظبوط، ان انت بتشتغل في حياتك دايما ان التوفيق يبقى ملازمك. هتعمل ايه عشان التوفيق يبقى ملازمك في حياتك بره؟ صح، قبل الملعب. عندك حق، فمن ضمن اللعيبه المميزه من الاسماء اللي رجعت لتشكيله النادي الاهلي تقل في الملعب، تحس ان الاهلي بقى تقيل واقف على رجله، علي معلول. طبعا علي معلول لما رجع من الاصابه في فرق، اللعيبه اهدى، اللعيبه مركزه اكتر، في باصات كويسه، في عرضيات كويسه، في جبهه اتعملت للنادي. عوده علي معلول تاثيرها على النادي الاهلي. علي خبرات كبيره جدا، علي لعيب دولي يعتمد عليه، علي تحس ان هو حتى اول سنه ليه في النادي الاهلي ان هو بقى له 10 سنين بيلعب في النادي. صح. الاهلي، فدي الملكه اللي عند اللعيب، دي اللي بقول لك عليها الشخصيه. صحيح، الشخصيه اللي عند اللعيب، وخصوصا قليل قوي حتى في الفرق الكبيره لما تلاقي باك ليفت هو مفتاح لعب مهم. مظبوط، لكن علي عنده، هقول لك، اي حد في نص الملعب بيبقى قائد. يعني عندك الكاسير دي باك او الجول او نص الملعب او الديفنس او الديفندر، هو هنا عنده ملكه القائد. لكن علي هو عنده ملكه القائد اللي انت بتتكلم فيها، ان صح. هو لما بيلعب تحس ان الاداء فيه تميز، الاداء فيه ايجابيه. عنده مقومات كبيره، لعيب مميز، عنده امكانيات عاليه جدا، كميته ماشيه مع لعيبه النادي الاهلي. كميته ماشيه مع الاهلي دلوقتي، شغال مع علي معلول المفاوضات لتجديد التعاقد عشان هو عقده يخلص السنه اللي جايه. اتوقع علي معلول مكمل مع النادي الاهلي ولا ممكن يمشي؟ بس اتوقع ان علي لو اتعرض عليه ضعف اللي في النادي الاهلي هيقعد في النادي الاهلي. ضعف؟ الضعف اللي هياخده في النادي الاهلي هو هيقعد في النادي الاهلي. يعني ممكن اميل رايك، بس انا برضو لازم اقول لك الراي التاني، انه ما هو لعيبه كتير كنا متوقعين ان هم هيكملوا مع النادي الاهلي وهيكملوا مع نادي الزمالك بالضعف بكل حاجه زي ما انت قلت كده، بس اول ما بيجي لهم مقابل مادي كبير بيمشوا. انا بس عايز ابقى واقعي. تصريحات علي وكلام علي عن النادي الاهلي وحب جماهير النادي الاهلي لعلي وحبه ليهم وحبه بص اي حد مع احترامي اي نادي في مصر، ان انت تعيش جوه النادي الاهلي وتشوف الحب ده من الناس وتشوف الحب ده والتقدير من مجلس اداره النادي الاهلي ومن اللعيبه ومن اوضه اللبس، اتوقع ان مع شخصيه زي علي معلول، مع شخصيه وبحط تحتها 100 خط صح زي شخصيه علي معلول، اتوقع ان هو يبقى موجود في النادي الاهلي. طيب عايز اسالك بقى على المباراه النهارده، ازاي لو انت مدير فني او شايف ازاي موسيماني ممكن يفكر من على مقعد المدير الفني في تقسيم المباراه؟ ازاي هيبدا قدام الترجي؟ ازاي هيتعامل مع الشوط الاول، الشوط الثاني، ربع ساعه الاولى؟ شكل المباراه تعال نحاول نسرح فيه كده ونتوقعه من موسيماني النهارده. هو اكيد اول ربع ساعه النادي الاهلي لازم ينزل يفرض اسلوب لعبه، لكن بتامين دفاعي، وخصوصا انت فريق الترجي بعكس المتوقع ان هو هينزل هيهاجم النادي الاهلي. لا، مش هيهاجم النادي الاهلي، لان هو لو هاجم النادي الاهلي هيجي في جون. فاتوقع ان اول ربع ساعه هيبقى في فرض اسلوب لعب من النادي الاهلي، هيبقوا في حرص دفاعي بشكل كبير، لكن مع ان هو حاولوا يجيبوا جول. يعني حاول يجيب جول في اول ربع ساعه، ده هيفرق بشكل كبير جدا مع الفرقه. لو ما جاش جول لازم بعد الربع ساعه الاولانيه يبقى في حاله هدوء ان النادي الاهلي ما يجيش فيه جول، لان هي في اول ربع ساعه هي فتره جس النبض. سيناريو تسجيل الاهلي لهدف مبكر وسيناريو تسجيل الترجي لهدف مبكر، ازاي يتعامل الاهلي مع السيناريو الاول لو جاب هدف مبكر بعد الهدف، وازاي يتعامل بعد هدف الترجي المبكر؟ لو النادي الاهلي جاب جول اتوقع النتيجه هتبقى كبيره. اتوقع النتيجه هتبقى كبيره، لان هنا الترجي مش هيبقى باكي على حاجه. مش هيبقى وهيهاجم وهيفتح خطوطه. هنا في الوقت ده اتوقع النادي الاهلي هيجيب الثاني وهيجيب الثالث. وخصوصا دلوقتي النادي الاهلي بقى عنده ملكه ان هو بيعرف يلعب على الكور الثابته. الكور الثابته سواء كورنر سواء كور ثابته خارج المنطقه، خصوصا دي ما يميز علي معلول فيها. صح. فده هيبقى مكسب كبير للنادي الاهلي برضو حته الكور الثابته. لكن النادي الاهلي اول ما هيجيب اول ربع ساعه اتوقع ان نادي الترجي هيفتح خطوطه، هنا النادي الاهلي هيقدر يجيب الثاني والثالث وهتشوف بمناسبه السكور او بمناسبه الاهلي ممكن يكسب بنتيجه كبيره لو سجل هدف مبكر من مباراه الذهاب ومباراه اخرى للنادي الاهلي، مش حاسس انه اضاعت الفرص في النادي الاهلي كتير شويه؟ ده اللي اتكلمت معاك فيه. ان انت
طاهر بيضيع جوه الستة، شريف بيضيع جوه الستة، كتير كتير. لكن هنا برضو اللعيبة لازم تبقى مركزة بشكل كبير. ان انا بلعب حتى على التوقع، بلعب على التوقع ان النتيجة هتفرق معايا بشكل كبير وتسهل عليا المباراة. هنرجع للسيناريو ان الترجي لو جاب لازم لعيبة النادي الاهلي تبقى اهدى، ما يبقاش فيه استعجال. وخصوصا انا بشوف ان الحتة دي بتسبب مشكلة عند بعض اللعيبة، ان انت لو استقبلت هدف في لعيبة ما بتقدرش تستحمل ده. لكن هنا شغلة القائد بقى، هنا الشناوي، هنا كلام الشناوي صحيح اللي بنشوفه على طول المباراة، بيقدر يتكلم مع اللعيبة. الهدوء حتى لو جه في الجول، الهدوء هو اللي هيرجعك للمباراة تاني. يفرق يا كابتن احمد يفرق يبقى فريقك كابتن زي الشناوي، زي علي معلول، وليد سليمان، الاسماء الكبيرة دي بيفرق قد ايه؟ عشان الناس برضه ما بتبقاش فاهمة قوي فكرة ان يبقى عندك كابتن زي الشخصيات اللي احنا بنتكلم عليها دي. بيقول لك ما اي حد بيلبس الشارة وخلاص. ايه اللي بيفرق؟ اللي بيفرق الكلام. اللي بيفرق الكلام انا بقوله لعيبة المقصود بيه ايه. لكن هنا بكلمك في الشناوي، هتلاقي لعيبة عندها مقاومات القائد، وليد سليمان، ايمن اشرف، الشناوي، معلول، علي معلول، صح. الكلام مع بعض، السلية عنده مقاومات اللعيب القائد. هنا اللعيبة اللي بتقدر تلم في المباراة وهي شغالة، صح. الكلام مع بعض هنا في الوقت ده اكتر من الجري، اكتر من اللعب. فخلي بالك، دافع، اقف شكل، حفز، اجري، ما تهاجمش، ما تضغطش، هنضغط. فكل ده بيبقى متوفر في السلية، متوفر في الشناوي، متوفر في ايمن اشرف، صح. الفرق الكبيرة كريم محتاجة اكبر، اكتر من قائد، وخصوصا بره الملعب. الهدف راح فين؟ احنا عايزين نعمل ايه؟ هنقفل على نفسنا ازاي؟ حتى في لعيبه لما بتشت عن الطريق اللي اللعيبه ماشي فيه، هتلاقي اول واحد مش اللي بيكلمه المدير الفني ولا مدير الكوره، اللي بيكلموه اللعيب، صح. حتى اللعيبه زمايله، صحيح، غير الكابتن. في لعيبه كبيره هي اللي بتقول لا ترجع وتبقى معانا في نفس حتى في لعيبه ممكن يا كريم الفتره الاخيره بتشوفها بتقلب وشها لما ما بتلعبش. مظبوط. هنا الدور الاكبر على اللعيبه مع بعض، ان احنا اهم حاجه الفرقه، قافلين على نفسنا بشكل كويس، انك تهديه مش تحفزه. يعني مش يبقى متضايق تقول له انت ليك حق متضايق، تبقى متضايق. لا، في لعيبه بتسخنه. انا فاهم، انا بقول لك هتفضل تحفز فيه ان هو يخش يتخانق، لا، هنا ده مش موجود في النادي الاهلي. عشان كده بقول لك من اميز حاجه في لعيبه النادي الاهلي، وهي اللي بتجيب البطوله، هي اوضه اللبس. عشان كده الكابتن سيد عبد الحفيظ ومستر موسيماني بيبقوا حريصين على دي، ان يعملوا اوضه لبس تقدر تجيب بطوله، اوضه لبس تقدر المسؤوليه، اوضه لبس عارفه قيمه النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي وهدف النادي الاهلي ايه. فعشان كده اللعيبه شغاله على ده بشكل كويس. بالتاكيد. تعال نروح لتوقعات الساده المشاهدين لهذه المواجهه، ونسال الكابتن احمد بعديكم ان شاء الله توقعاته لهذه المواجهه، ونبدا من عند رولوس. قال صباح الخير عليك كابتن الكريم، صباح الفل عليك، اتمنى فوز الاهلي 1-0 يكون هدف مبكر حتى يقضي على امال فريق الترجي، زملكاوي وافتخر. رضا قال فوز الاهلي 2-1 زملكاوي وافتخر. حسام شمعون، يا حسام ماشي، حسام بيقول ان شاء الله الاهلي يكسب والعشره في الجزيره. ابراهيم خالد فوز الترجي التونسي وصعود النادي الاهلي. ازاي؟ ماشي يعني هو قرر العكس. ماشي. رضا حكيم ممكن يكون يوصل الترجي يكسب 1-0 ويلعبوا ضربات جزاء مثلا، او ضربات ترجيح. رضا حكيم قال ان شاء الله وصول الاهلي للمباراه النهائيه ويحقق العاشره. دي اخر واحده. انت بقى توقعاتك كابتن احمد، ترجي يكسب برضو ولا ايه؟ لا اتفضل. لا انا اتوقع النادي الاهلي 2-0. الاهلي هيكسب 2-0؟ 2-0. الامور هتبقى سهله وبسيطه ولا هيبقى في تعقيدات في هذه المواجهه؟ لا اكيد مباراه صعبه، بس انا اتوقع النادي الاهلي في اول ربع ساعه او ثلث ساعه هيخلص الحكايه. هيخلص. كابتن احمد شرفتني ونورتني، ودايما بستمتع جدا بوجودك معايا حبيبي. انا اللي من ضمن الحالات اللي بتبقى خفيفه على قلبي بجد، وسعيد ان انا موجود معاك. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، ونهنيك باذن الله بعد هذه المواجهه، مواجهه الاهلي والترجي. لسه مكملين مع حضراتكم، هنسيب الاهلي والترجي شويه ونروح لليورو مع اسلام سامي بعد هذا الفاصل. خليكم معانا.